السلام عليكم ابو فلاسة. شنو استاد؟ معلم من يقل؟ عاش خويا، السلام عليكم، الله يعينك. صباح لباس، ربي يعينك. عاش خويا، صباح تحب تكلم سيرش خويا؟ عاش خويا العزيز، عاش. الله يبارك فيك، كل عام وحيد. عاش خويا العزيز، عاش، بارك الله فيك. اي من يقل؟ عاش خويا. السلام عليكم، السلام عليكم، صباح عاش خويا، عاش. نعطوا في شارع فرنسا، شارع فرنسا من الهوجة الكبار معروفة. نشوف الحركة التجارية، يسدوا رمضان، أمطر. على اليسار محلات نقاو، على اليسار ناس تخدم أرواحها، ربي يعينهم. فهمت. ونحب نشوف الجو من بعدنا. فهمت. أربعة زواج بخمسة آلاف بأربعة. يسطو تشوفوا الحركة التجارية والجو شلاو. شافوا رمضان. عليك. شكون جد تشوفوا هنا في مسجد الملح. عليك. لا فما شوية زحمة لهنايا. نلقاو دار الموزيكا مقابلتنا الفوق. السلام عليكم. عاش خويا، عاش. هاي يعطيك الساعة، عاش خويا. يوسف ناخذ لنا فكرة من بعضنا، الحركة والجو والمشي والجاي. يا أمير الله يعينك يا أمير. صباح. عاش خويا، عاش. هنا نلقاو جدا هنا فما جمع المعلق، هذه يسمى من العجائب بسبعة متاع مدينة سوسة. فهمت، جمع المعلق كما الحجر المقلوبة، كما شوارع المغربيين. فهمت كل حكايه هذيك، الشارع المذبوحه. ها شفتي مرحبا بها طول عمرك، تقدر تكلمها.
سلم اسلم وكان تحيي فيه سلم عايشك ان شاء الله رمضانكم مبروك وان شاء الله زيد عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير عاشوك عاشك طول عمرك كل مؤمن في خير ان شاء الله عاشوك عاشك كل شيء طيب عاشك عاشك عاشوك عاشك مرحبا بك عاشك هلا بالمعلم السلام عليكم اخويا انت اول واحد اخترتك اخواني سواء الناس بي اخويا طول عمرك الحمد لله عاش عاش الله يبارك عاش ممنوع تصوير منطقه ثريه اي ثريه معقول معقول يا جيس ثاني اهلا بكم السلام عليكم بس نعم هل هذه زنقة سوسة هذه ايواش ولا شوفوا جو هنايا دور زنقة سوسة راسي صورني بالمقلوبة لا نصورك خويا تحب تكلم تكلم مرحبا بك تفضل اخويا عسلامة كل عام تحيي بخير تكلم اخويا ما تسالش وجه ربي يحكم ديرو اخويا بلادنا باهية باهية شو اللي سمعت عاد قولها لنا سيدي فوالا سيدي ربي يعينكم معايا عاش خويا العزيز عاش جيسنا في الفكر هنا غادنا لا انا بدخل لك هنايا السلام عليكم هنا قال واحد نخدم معكم هنا مع جبل كبير خلصتوا بعدنا ندخل توا السلام عليكم بس حسيت هذا هو الجو تاع البلاد العربي في 16 يوم في سيدي رمضان عندنا السلام عليكم فهمت فوالا جيت ناخذ فكره جينا مش غادي نعملوا خويا انا كنا لازمتكم احنا او من هنا السلام عليكم ان شاء الله نهاركم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله يا ربي الناس كل تفرح والناس كل تعيد بالخير والبركه وبالصلاه والسلام على رسول الله ان شاء الله عليه وسلم نشكرك اخويا يعطيك الصحه بارك الله فيكم وعساك الله اخويا شوف هذا اخونا فتحي العوني ساعه كل عام وانتم بخير ومرحبا بك عاش خويا فتحي ربي يحفظك مبروك قاد الشمس هنا مو باش ومسا معلم معلم ولا معلم كل عام هك صح عليك اسيدي السلام عليكم وعليكم السلام يا صديقي مرحبا يا اخويا كل عام وانتم بخير ربي يحفظك يعني في على محل التزيير قول له يا اخويا يا سيد المدير العام تاع التزيير وسيد رئيس البلديه يا اخويا الرابور جديد نتاع سهلول هذاك اخويا عملوا لنا قرياش يرحم والديك والله يبارك لك وان شاء الله ديما سوسه زاهي جيتك بجاه ربي يا سيد الوالي يا سيد معتمد ركحوا لنا الدنيا جيتك بجاه ربي رامبوان تاع سهلول اللي حلوه جديد اللي حلوه جديد اللي بعد استاد تحبوا يعملوا له
يعملوا سياجات وقرياجات هذيك قدم سيب خاطر يخوف مش على الواحد باش يخوف ينقص علينا الحوادث. جيتك بجاه ربي يا اللي يجملك انت تحرك المسؤول يا مسؤول جيتك بجاه ربي تحرك اخويا هاك بلغت صوتك تو ان شاء الله يسمعوك وان شاء الله يا مبروك اشكو كانت العقيه يا سيدي السلام عليكم اش انا ارى بعض المواطنين هكا بلغ صوته يا رش سمع تفضل اخويا مرحبا يا اخويا السلام عليكم كل عام تحيا خير عاش خويا معلم سيارة طيبة بابا لا السلام عليكم هلا ناخذ فكره افلا هنا عندنا جمع الكبير مقابلنا هنا باش نخدموا معكم عاش خويا العزيز الحمدية كشي طيب معلم عاش خويا Thank you.